أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم عدسة إثراء، اللي من خلالها نسلط الضوء على جميع المواضيع المختلفة والأنشطة ويعني الفعاليات أو المقامة داخل دولة الكويت، منها الثقافية والاجتماعية وأيضا الدينية. فتابعونا في حلقة اليوم، لدينا الكثير والعديد من المواضيع المختلفة. أهلا وسهلا فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات، وكلامنا عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه الإمام البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن أبي بكر أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الآن الذي يتكلم أبو بكر، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كلام عن هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم كما قلنا. أولا، أبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أفضل هذه الأمة الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يقول: يا رسول الله علمني. إذن من فوائد الحديث أن المؤمن مهما علت رتبته فلا يقصر عن التعلم أبدا، كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. رآه جماعة معه أداه وورق وقلم، فقالوا: إلى متى يا إمام؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. اجعل هذا شعار لك. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس: لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر، الذي يستحي لا يتعلم، والذي يتكبر لا يتعلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني. طيب، ما هو السؤال؟ سؤال أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا من فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أولا، هذه فائدة تعلم الدعاء، أن تدعو الله عز وجل. قال: في صلاتي. لماذا طلب أبو بكر الدعاء في الصلاة؟ هناك قاعدة: الدعاء إذا كان داخل عبادة أفضل من الدعاء يكون خارج عبادة. ولذلك الدعاء وأنت ساجد تتعبد الله أفضل من خارج السجود. الدعاء وأنت صائم أفضل من الدعاء وأنت غير صائم، تكون في صيامك، أثناء صيامك. الدعاء أثناء حجك وإحرامك أفضل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا رمى دعا، ثم رمى دعا، في الرمية الأخيرة ما يدعو، لأنه كان داخل عبادة. إذن أبو بكر الصديق من فقهه طلب الدعاء يكون في الصلاة. طيب، في أي موضع في الصلاة؟ اختلف العلماء، بعضهم قال مراد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أن يسأل دعاء قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام. لماذا؟ لأن في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فكأن أبا بكر الصديق يقول: يا رسول الله، أنت خير، اختر لي الدعاء المناسب. وبعض العلماء يقول: لا، هذا شامل، في سجودك، قبل السلام، في مواضع الدعاء في الصلاة تدعو بها. وهذا لا شك أنه أعم وأشمل، وإن كان المؤمن ينبغي عليه أن يحرص أن يكون هذا الدعاء قبل السلام، لكن إن جعله في السجود هذا أيضا مناسب ولا إشكال فيه. إذن أبو بكر الصديق سأل النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يكون في صلاته، وقلنا أن بعض العلماء يقول هذا الموضع قبل السلام، وإن جعل في السجود فمناسب أيضا، فليحرص الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء في هذه المواضع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ هذا الدعاء.
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم، اللهم معناها يا الله، فهي نداء، يعني يا الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سبحان الله، هذا أمر عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك لأبي بكر، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا يدل على أن الإنسان مهما كان صالحا فعبادته تقصر، تقصر جدا. لماذا؟ لأن العبادة لله عز وجل مهما فعلنا فإننا مقصرون بحق الله عز وجل. ولذلك الجنة هي ليست عوض عن عملك، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لكنها سبب. ادخل الجنة بما كنتم تعمل، هو الله جعل العمل سبب ولم يجعله عوض، يعني ما هو مساوي للجنة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما وبعد كثيرا. وهذا والله تعليم عظيم لنا، أن الإنسان مهما عمل لابد أن يرى نفسه مقصر في حق الله عز وجل، ولا يعجب، يعجب بنفسه. والعجب داء خطير جدا ومن كبائر الذنوب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر وغيره من الأمة التوحيد في الدعاء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الذي يغفر الذنوب فقط هو الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إذن هذا هو السؤال وهذا هو الدعاء. أعظم مطلوب أن يغفر الله لك وأن يرحمك، هذا أعظم مطلوب، المغفرة والرحمة. المغفرة أن يستر ذنبك، مادة الغين والفاء والراء تدل على الستر، الذي يجعل في الرأس الذي يجعل في الرأس المغفر. يقولون في الحرب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر لأنه ساتر، فإذا هذه المادة تدل على الستر. فإذا تسأل الله عز وجل أن يستر ذنبك. فاغفر لي مغفرة من عندك تفضلا منك، ولا أريدها منك من غيرك لأن غيرك لا يملكها. وارحمني، وأعظم الرحمة أن تدخل الجنة وأن ترى وجه الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في الجنة. قال إنك أنت الغفور الرحيم. ختم هذا الدعاء باسمين مناسبين، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فدائما اختم دعائك باسم مناسب، فلا تقول مثلا اللهم ارزقني إنك أنت القوي، لا، غير مناسب. فتقول اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم اغنني من فضلك إنك أنت الغني، اللهم اعطني من كرمك إنك أنت الكريم. إن ظلمت اللهم عليك بمن ظلمني إنك أنت القوي عزيز. فلا بد يكون هذا من فقه الأسماء والصفات، فقه الدعاء، أن تدعو بأسماء مناسبة. اللهم اشفني إنك أنت الشافي، وهكذا. هذا الدعاء العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه أبا بكر الصديق يستفاد منه فوائد كثيرة. أولا، إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تدعوه بذل وخضوع وحاجة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إنني فقير إليك، اللهم إني ذليل بين يديك. ولذلك أعظم الدعاء وأنت ساجد، لأن وضع السجود وضع ذل خضوع لله عز وجل. لا تدعو الله عز وجل وكأنك أنت الغني غير محتاج. ولذلك البشر وهم بشر، لو أتاه أحد وسأله وكأنه مترف عنه وكأنه لا يريد عطاءه لا يعطي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم تمدح الله عز وجل ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا مدح لله عز وجل، أنه الذي يملك مغفرة الذنب. ثم تسأل الله عز وجل الدعاء، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ثم تختم بأسماء مناسبة للدعاء.
وهذا هو معنى قول الله عز وجل، أو من معاني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تدعو بأسماء الله، أن تدعو الله عز وجل ثم تضمن هذا الدعاء أسماء مناسبة لدعائك. هذا الدعاء العظيم نستفيد منه هذه الفوائد: أن تدعو الله وأنت ذليل، وأن تمدح الله عز وجل وتثني عليه، وأن تذكر مطلوبك، ثم تختم بأسماء مناسبة لهذا الدعاء. احفظ هذا الدعاء واجعله في صلاتك، واجعله خارج صلاتك، ادعو بهذا الدعاء دائما، لكن احرص أن يكون هذا الدعاء في صلاتك، في سجودك، قبل السلام، في مواطن الدعاء. قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ونحن نقول: اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وفعالياتنا اللي شاهدتوها. نتمنى يعني أن أعجبتم في هذه الحلقة، وإن شاء الله راح نتواصل معاكم في حلقات مقبلة. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.